أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الأخير: عندما كنت أرضع طفلتي أفطرت بعض الأيام لأجل الرضاعة، فنحن لا نستطيع شراء الحليب المجفف، وجميع النساء المرضعات عندنا يفطرن رمضان كله، مع أن منهن من تستطيع الرضاعة وهي صائمة، فما حكم عملي وعملهن؟ جزاكم الله خيرا وزادكم علما. لا يجوز للمرضع أن تفطر في رمضان إلا إذا كان الصوم يضر بالطفل المرتضع، ينشف عليه الحليب أو يقلل عليه الحليب. فإذا كان الطفل يتضرر من آثار الصيام، الطفل الرضيع يتضرر من آثار الصيام، فإن والدته تفطر أو مرضعته تفطر، لأن هذا فيه المحافظة على نفس معصومة، فهو عذر في الإفطار. ولكن عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع من الطعام عن كل يوم، لا بد من ذلك. نعم.